ثقة التصويت السياسي بهذه الطريقة الفجة حقيقة، لأنه تصدينا إلى ملف كبير ومعقد بالفساد ومستعمرة للفساد، فردت علينا بعض مع الأسف أقول مؤجرين بأقوال وبتهم وبصور مدبلجة ووثائق وليس ببعيدة كل مرة تتكرر. ولكن احنا حقيقة هذه لا تخيفنا ولا تقلقنا، لأن احنا واثقين من كل ما عملناه قديما والآن، ومصرين حقيقة على درء الفساد والتعرض للفساد بكل أنواعه، وبالذات في هذا الاستجواب. نحن ماضين بهذا الاستجواب مهما أخرجت هذه الوثائق وترتبت هذه الفبركات وتهم بأن نحن نقتل أو نغتال بكواتي ما يعرف الشعب العراقي ويعرف النخبة السياسية، أنه شروان الوائلي لديه ميليشيات، لديه كواتي، يقتل، يغتال. حقيقة من مرات من المخجل حتى أن يجيب واحد على هذه الأمور، ولكن احتراما للإعلام ولأن يكون صوت الإعلام هو الرادع وهو الموجود نجيب على هذه الفبركات وهذه الأمور، حقيقة لا يصدقها حتى السفيه مع الأسف. اليوم أنت كل واحد يريد يتصدى لملفات فساد أو إرهاب، بالأخص الفساد الكبير المنظومات، يعني عندما يكون المفسدين الكبار تعرف لديهم من الأموال السحت ومن الأموال ومن النفوذ ومن الأجنحة المختلفة، سواء كانت إعلامية أو سياسية أو 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 شعراء. يعني في الحالة هذا حقيقة كل ما تندري تريد أن تكافح الفساد بأدلة ووثائق، أنا قلت استجوابي ليس سياسي، سأستجوب كمهندس استشاري. أنا مهندس وأعرف حيثيات هذه العقود وماذا بها وماذا موجود من فساد في هذه المؤسسة، والفساد الكبير أقول وليس الصغير، وأجزم وسيكون أن نكون أمام استجواب نوعي سيرى الرأي العام والعراقيون والنخبة السياسية والخبراء، سيرون حقيقة ما هو الفساد أو ما نوع الفساد في هذه الأمانة. أما الوثائق المفبركة والتصفيق السياسي هذا احتياجي متوقع لكل من ينبري وشجاع وواثق من نفسه، مو كل واحد يتصدى طبعا للفساد، وبالذات الفساد في هذه الأمانة. كثير اليوم الناس ترد لينا من الرسميين وغير الرسميين من خارج العراق وداخل العراق عندما سمعت بالاستجواب، وهنالك وثائق وأدلة غريبة عجيبة حقيقة من الناس وكل من يبارك هذه الخطوة. ونحن حقيقة لا ليس لدينا لا تقاطع أني جاي أيضا بهدف سياسي مثل ما يقول البعض، ولا عندي عداوة شخصية مع هذا الرجل أو ذاك.